الرحمن الرحيم. من خلال نشاطات أمانة محافظة جدة في إنشاء الحدائق العامة وافتتاحها، نفتتح اليوم عدد 5 حدائق في مدينة جدة. ثلاثة من هذه الحدائق تمت من خلال مشاريع الإنشاء أو مشاريع إنشاء الحدائق العامة، وهي حديقة الساقية في نطاق بلدية العزيزية، وحديقة التضامن أيضا في نطاق بلدية العزيزية، والحديقة اللي هي حديقة اليرموك في نطاق بلدية المطار. هذه بالإضافة إلى تطوير عدد حديقتين اللي هي حديقة اللمياء وحديقة عيون شهار، وكلاهما في بلدية العزيزية. الهدف من التركيز في هذه المواقع كانت بلدية العزيزية وبلدية المطار نظرا للكثافة السكانية الموجودة في المواقع هذه. الحدائق هي يعني سمة من سمات المدن العصرية، وهي المتنفس لقضاء وقت الراحة والاستمتاع بأوقات الفراغ والترفيه. ومن خلال ذلك تسعى أمانة محافظة جدة جاهدة لتوفير هذه المتطلبات بحدائق جدة لتواكب احتياجات سكان المدينة. خلال العام الماضي وبداية هذا العام تم ولله الحمد إنجاز ما يزيد عن 100 حديقة بمدينة جدة. ومن خلال نشاطاتنا لهذه السنة إن شاء الله تعالى وما توفره الدولة من ميزانيات خاصة بإنشاء الحدائق والمنتزهات ورفاهية سكان مدينة جدة وزوارها، سوف يتم طرح عدد 3 مشاريع لإنشاء حدائق عامة لتشمل عدد يزيد عن 40 حديقة عامة. تم تحديد مواقعها بشكل دقيق في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. إن شاء الله في الفترة القادمة برضو راح يكون عندنا عدد من الافتتاحات في منطقة جنوب جدة لعدد 5 حدائق إن شاء الله تعالى.